كيف تحولت الأزمة اليمنية من إنهاء الانقلاب إلى إيقاف الحرب؟ هل أصبحت الحرب أكثر وبالاً على اليمنيين من الانقلاب ذاته؟ أم أن الحلفاء خانوا عهد التدخل فرسموا قوس أطماعهم وحصروا اليمن بمشاكله؟ أهلا بكم. بالتوازي مع ما يدور بين السعودية وميليشيا الحوثي من تفاهمات لإيقاف الحرب بينهما، يتصاعد الحديث عن إيقاف الحرب من قبل الأمم المتحدة والفاعلين الإقليميين والدوليين. فمنذ الانقلاب واندلاع الحرب وسقوط سلسلة طويلة من الضحايا على مدار 4 سنوات، يبدو أن المنجز الوحيد للسعودية هو مسألة خفض التصعيد مع ميليشيا الحوثي والمضي نحو تهدئة الحرب كما يراها المبعوث الأممي. صحيح، اليمن بحاجة لإيقاف الحرب من الطرفين، التحالف الذي أسرف بقتل اليمنيين بحجة الدفاع عنهم، ومن ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة ونكلت بالشعب في كل المدن والأرياف. لكن ماذا يعني مفهوم إيقاف الحرب هذا؟ وما هو السلام في اليمن من وجهة نظر السعودية؟ بل ما هو مصير الانقلاب وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة في حال تم إيقاف الحرب على الوضع الحالي؟ ولماذا يغيب صوت الشرعية من هذا المخطط؟ لم يعد انقلاب ميليشيا الحوثي في اليمن يعني أحداً، فقد أصبح خطاب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتركز على إيقاف الحرب ويتجاوز أسبابها التي بدأت بالانقلاب وتطورت لاحقاً إلى انقلابات أخرى وكيانات موازية للدولة. بالأمس قال مارتن جريفيث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إن حدة العنف في اليمن تراجعت بشكل كبير، وإن الضربات الجوية تراجعت بنسبة 80%. يحتفي جريفيث بتوقف الحرب ويحشد الجهود الدولية والإقليمية لإيقافها، لكن أي حرب تريد الأمم المتحدة إيقافها؟ هل الحرب بين السعودية واليمن كما يفضل البعض وصفها، أم حرب الحوثيين على اليمنيين وعلى دولتهم؟ يتجه المجتمع والفاعلون الدوليون في الملف اليمني إلى إيقاف الحرب بالوضع الذي هو عليه الآن، ميليشيات انقلابية في صنعاء وأخرى في عدن، متجاوزين قرارات مجلس الأمن التي أكدت ضرورة إنهاء الانقلاب أولاً ومن ثم الدخول في إجراءات بناء السلام. الجديد على هذا الصعيد هو موقف السعودية، فقد كان موقفها سابقاً منتقداً للأمم المتحدة ومؤكداً ضرورة إنهاء انقلاب الحوثيين كشرط لأي سلام قادم، غير أنه مؤخراً شهد انقلاباً واضحاً في اتجاه التصالح مع ميليشيا الحوثي. مشاورات الرياض السرية مع الحوثيين لا تخرج عن الموقف الأخير للرياض، الأمر الذي قد يفسر الشكر العظيم الذي أسداه المبعوث الأممي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إذن أصبحت مواقف المجتمع الدولي والسعودية بشأن اليمن أكثر انسجاماً فيما يتعلق بتجاوز جذور الحرب وإنهاء الانقلاب على الدولة والاتجاه نحو إيقاف الحرب وفق الوضع الحالي وإبرام صفقة مع ميليشيا الحوثي. لافتة السعودية التي كانت تقول إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة أصبحت جزءاً من الماضي، فالمشاورات اليوم بين الرياض والحوثيين تجري بشكل مباشر في ظل تجاوز علني للشرعية كما أكد ذلك نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري. ورغم ما يحاك للشرعية اليمنية ومؤسساتها الدستورية من الفاعلين الإقليميين والدوليين، فليس هناك أي تحرك حقيقي للرئيس هادي وقيادة الحكومة الشرعية لمواجهة هذا المشروع، مشروع طي صفحة الدولة اليمنية ودويلات الميليشيات والفوضى. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البكيري هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك ومشاهدين لك. أهلا بك. إذا إحاطة جديدة لمبعوث الأممي لمجلس الأمن ربما تحمل مفهوما جديدا لإيقاف الحرب في اليمن، ومعنى هذا الإيقاف ربما هذه الجزئية التي أردنا أن نتناولها في هذه الحلقة، لكن بداية دعني أسألك بالمجمل كيف قرأت هذه الإحاطة؟ لا شك الإحاطة الأممية هي تكرار لمسار الحديث الدائم، وإن بطريقة ربما تبدو مختلفة في هذه المرحلة، خاصة في ضوء المؤشرات التي تقول أن هناك حوارات تدور في كواليس المشهد السياسي بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، أو حتى أيضا
ما رشحت عنه أحداث عدن، الأحداث أغسطس في عدن وما آلت إليه من اتفاق الرياض. كل هذه المؤشرات اليوم تشير إلى أن هناك ربما ضغط دولي ما يمشي باتجاه القبول بسلطة الأمر الواقع الموجودة من خلال الاعتراف بهذه الميليشيات الموجودة كطرف سياسي فاعل في المشهد السياسي اليمني، وطي صفحات كثير من المرجعيات الثلاثة التي مللت أسماعنا أو آذاننا سماعها منذ 5 سنوات في الحديث عن المرجعيات الدولية، المرجعية الثلاث، ويقصد بها هنا الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي أو القرار الدولي ذات الصلة، وفي مقدمة القرار 2216. أنا باعتقادي اليوم أنا من خلال الأحاطة الجديدة التي طرحها جريفيث هو يعني تجاوز كل المرجعيات، وفي مقدمة هذه المرجعيات القرار الدولي 2216. الأكثر غرابة في الأحاطة الأخيرة هو التركيز الكبير من قبل جريفيث على مفهوم السلام بالكتل النسائية، أو بمعنى آخر أنه حضور الجانب النسائي في عملية السلام، وهي طبعا هي الورقة الوحيدة التي اشتغل عليها جريفيث منذ تعيينه في هذا الملف، أنه كان كل الأعمال وكل الجولات التي كانت تدار وكل ورش العمل والنقاشات والسفريات كلها كانت تدور بتأنيث صح التعبير، وبالتالي هذا المفهوم القاصر للسلام بحسب المفهوم صح التعبير الجريفيثوي اعتقادي لا يقارب ولا يلامس حقيقة وضع السلام على الأرض، باعتبار الفاعلين الرئيسيين على الأرض في هذا السلام وهم الأطراف التي تتقاتل، سواء الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي أو أيضا حتى الأطراف الفاعلة إقليميا. يعني أنت تجد أن يعني أو ما أفهمه من حديثك أن جريفيث يرى مفهوم السلام أنه لابد من مشاركة الكوتة النسائية حتى يتحقق. طبعا يعني هي ليست غريبة، خاصة أنه ثقافة الكوتة أصبحت حاضرة في المشهد اليمني منذ 10 سنوات يعني أو أكثر. الغريب أنه يركز كل جهوده في مسألة يعني صناعة السلام بوجه نسائي، ويعني وهذا ابتعاد تماما عن جذور وخلفيات الصراع في اليمن. الصراع في اليمن ليس صراع نسائي، صراع يعني ذكوري. تقصد أنه يخلق صراعا هامشيا عوضا عن الحديث عن الصراع الأساسي؟ نعم صحيح، يعني مثلا الحديث والتركيز على مفهوم الكتة النسائية في عملية السلام. طبعا عملية السلام هي عملية يفترض جلوس أطراف تتصارع، النساء ما عندهاش مشكلة في اليمن، النساء ليست طرف في هذا الصراع أصلا، لكن مثل هذا التركيز أنا باعتقادي هو نوع من التسطيح لمفهوم الصراع في اليمن ومفهوم السلام والحرب، باعتبار أنه يعني ما يقوم به جريفيث كل هذه الأنشطة هي عبارة عن أنشطة يتوخى منها جريفيث صرف أكبر قدر ممكن من المستحقات المالية التي كانت عهدة من قبل الأمم المتحدة بخصوص الملف اليمني. هذا ربما كل الذي يمكن أن يقال فيما يتعلق بمسيرة جريفيث نحو السلام في اليمن. نعم، إذن أود أنا والمشاهدين الكرام أيضا أن نفهم ماذا يعني إيقاف الحرب في اليمن وتوسعة اتفاق الرياض ليشمل جميع الأطراف، ما المقصود؟ طبعا وقف إطلاق وقف الحرب في اليمن هو يعني جولة جديدة من الحرب تتوقف فيها الرصاص، لكن يعاد الجميع إلى تعبية مخازنهم بالسلاح والرصاص. باختصار كل عملية السلام على امتداد تاريخ اليمني القريب والمعاصر لا يذهبون إلى سلام حقيقي، هو سلام أشبه بجولة أو استراحة محارب في سبعينات القرن الماضي في الحرب الملكية الجمهورية ذهبوا إلى سلام، ولكنهم عادوا مرة أخرى إلى الحرب. أيضا في ثمانينات القرن الماضي ما حصل في شرق الجنوب من اليمن، ما حصل أيضا في حرب 94، ما حصل مثلا في الحروب التسعة، ما حصل أيضا بعد 11 فبراير، كل الجولات التي تتحدث فيها الأطراف الفاعلة سياسيا عن سلام في اليمن هذا لا يعني أكثر من محطة من محطات الاستراحة أو استراحة من استراحات المحاربين لإعادة ترتيب كل طرف صفه ليعود مرة أخرى إلى المعركة خلال 5 سنوات أو خلال في الكثير قد تطول المرحلة إلى 10 سنوات. نعم، يعني ربما لماذا لكي تكتمل الصورة؟ لأنه مفهوم السلام في اليمن هو مفهوم يقوم على تشويه فكرة الدولة أصلا، أنه كل الاتفاقات كل المواثيق كل الطروحات وخارطة السلام التي يتم الحديث حولها هي على حساب جذور وعلى حساب مبادئ وقيم قيام الدولة وأسسها ودستورها وقانونها، وبالتالي هذا السلام يكون سلاما ناقصا وسلاما يتضمن في داخله أفخاخ وألغام كثيرة
لا شك أنها تنفجر في أي لحظة من اللحظات. نعم يعني هذا مفهوم عام أستاذ نبيل، وربما الجميع يدركه من خلال ما مر به اليمن وتاريخه القديم والحديث، ولكن ربما الناس الذين يقعون تحت وطأة هذه الحرب لا ينظرون لها بهذا الشكل المجمل أو بالصورة الكاملة، هم ينظرون من زاويتهم الخاصة أو الشخصية، يرون أن اليمن الآن بحاجة فعلية لإيقاف الحرب كيفما اتفق، وهذا صوت يعني لا أعتقد أنه يمكن إغفاله، كيف يمكن يعني تجاوز ذلك؟ طبعا شوف مثل هذا الصوت، يعني أولا مفهوم السلام هو مفهوم طبيعي، السلام في حالة الشعوب هي الحالة الطبيعية التي تقوم عليها المجتمعات والبشرية، حالة الحرب هي حالة شاذة وحالة غير طبيعية ولا يجب أن تستمر إلى ما لا نهاية، أي حرب بالضرورة ستنتهي بسلام، وحالة السلام كما أقول دائما أو حالة الحرب هي حالات شاذة في المجتمعات، لكن أيضا حتى لا نذهب ونبالغ في التفاؤل، أنا أقول إنه مسألة السلام في اليمن لا تقوم ولا تستند على أسس حقيقية للسلام. ماذا يعني بالأسس الحقيقية للسلام؟ الأسس الحقيقية للسلام هو الذهاب إلى تأسيس اجتماع سياسي جديد لا غالب فيه ولا مغلوب، الأساس الجوهري اللي يستند عليه هذا السلام هو الإنسان اليمني، هي الدولة اليمنية، هي القانون، هي الدستور، غير ذلك أنا باعتقادي هي توافقات، هذه التوافقات واقتسام للكعكة اليمنية، يذهب كل طرف بما لديه من امتيازات واستحقاقات ويعيد صياغة مفهوم دولة داخل الدولة، حتى إذا ما حانت لحظة المواجهة أو لحظة انفراط أو حتى لحظة اختلال موازين القوى السياسية نعود مرة أخرى إلى حلبة الصراع والحرب. وبالتالي أي سلام لا يستند إلى حقائق وإلى مبادئ ثابتة فيما يتعلق بمفهوم الدولة، فيما يتعلق باحتكار مفهوم السلاح لهذه الدولة، فيما يتعلق بشراكة حقيقية لكل الأطراف في اليمن، شراكة حقيقية لتهامة مثل ما هي لحضرموت، مثل ما هي للجنوب، مثل ما هي للشمال، للشرق، للغرب، لتعز، لغيرها، أنا باعتقادي لن يكون هناك سلام، وخاصة أن هذا السلام اليوم يتم الذهاب إليه أو يتم الحديث حوله وهناك لدينا انقلاب يقوم على أسس طائفية عنصرية استحواذية تستند إلى نظرية خرافية تتعلق بمفهوم الحق الإلهي في الحكم، وبالتالي أنت لا تتحدث عن طرف سياسي أمامك، أنت تتحدث عن كومة من الأحقاد الطائفية وكومة من الخرافات التي تؤسس لحروب لا تنتهي. أي سلام ما جمعت الحوثي ما لم يتم بداية تجريم هذه الفكرة والوصول إلى اتفاق حقيقي فيما يتعلق بدستور للمساواة ودستور يستند إلى وحدوية اليمن وإلى جمهوريتها وديمقراطيتها وتعددية سياسية، أنا باعتقادي كل هذه الأمور لا يمكن أن يبنى عليها سلام حقيقي. نعم، إذا نسمح لنا سيد نبيل أن ينضم معنا عبر الهاتف اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا فيكم أستاذ المشاهدين والضيف الكريم. أهلا بك سيادة اللواء. دعنا نتذكر معا، ألم يأتي التحالف لتحرير البلاد واستعادة الدولة وتمكين الشرعية من ممارسة السيادة على البلاد؟ وما زال أنا أعتقد أنه هذه الفكرة، يعني برأيي أن الأخ الضيف الكريم تحدث عن نقاط جد مهمة، يعني خاصة في آخر حديثه تكلم بما يتوافق مع سؤال حضرتك بأن هنالك دولة، يجب أن تكون الدولة موحدة، يجب أن يكون هنالك يعني السلاح بيد الدولة، إنهاء المشاكل الداخلية، وأنا أعتقد أنه يعني أنا وافق في الرأي في هذا الكلام، ويمكن يعني ما يحدث حاليا وأنا أشوف أنه الوضع صحيح فيه هدوء، صحيح أنه مشكلة الجنوب أثرت كبير، كان أثرها كبير على العملية برمتها السياسية والعسكرية وإلى آخره، ولكن برضه رب ضارة النافعة لمصلحة الشعبين أنا أعتقد، أو لمصلحة المنطقة بكاملها. أولا يعني كانت هنالك في إخفاقات كبيرة لم يعني تساعد على إنهاء المهمة الرئيسية اللي حضرتك سألتي عنها فيما يخص بأنه يعني إعادة الشرعية بكامل أشكالها إلى الدولة. نعم، لكن اسمح لي سيادة اللواء، ما يحدث على الأرض الآن
ما يحدث على الأرض الآن ألا تجد أنه يناقض ما تقوله؟ أين مصلحة الشعبين مما يحدث؟ أين الذهاب للاتفاق مع الحوثي في ظل انقلابه على البلاد ويعني سيطرته على مقدرات الدولة؟ لا هو يعني شكرا، انا اقول لك اخت آسيا لا يجب ان نستعجل الامور، في مخطط والهدوء هذا يعني، واشارنا السيد مارتن جريفيث باعتقادي انه في هنالك مخطط محلي دولي مخطط اقليمي بالتوافق مع الحكومه الشرعيه، ولو اني اشوف ان الحكومه الشرعيه ليست في سرعه الحدث، ولكن ارجع انا اقول لك انه لا زال الفكره ولا زالت الفكره وجود الحوثي بارتباطه مع دول او خلينا نقول لك نعم هو دول خارجيه، هذا ما سوف يسبب الخطر، ولا يجب ان نتراجع يعني عما هو مخطط اساسا. المفاوضات التي ذكرها الضيف الكريم بان هنالك مفاوضات ما بين القياده في المملكه العربيه السعوديه والحوثي، انا لم اسمع في الحقيقة، حتى كان في زيارة سمو نائب وزير الدفاع إلى سلطنة عمان لم يصرح أحد، ولا نستطيع أن يعني نقرأ هل الزيارة فعلا كانت تخص اليمن وما وكان هنالك لقاء مع الحوثيين في عمان، لم يظهر شيء على الصورة ولم يصرح أحد. نعم. ولكن نستشرف من الأحداث. إذن من الأحداث أنه نعم. فعلا في تهدئة، في وجهة نظر أنا أشوف أنها هدوء، لأنه إما أنه يكون الحل جذري عسكري أو أنه فعلا يعني قد يعود الحوثي لأنه يكون يعني عنصر من عناصر ومؤسس من يعني الوحدة أو مكون من الوحدة اليمنية ولا يرتبط بالخارج، وأنا أعتقد لا في غير ذلك، يعني الحوثي موجود لكن هو خوف وضرر في تواجد إيران الآن. يعني أنا أقول لك ممكن يسأل سائل يقول طيب ما هي إيران الآن اعترفت وفتحت سفارة للحوثيين واعترفت بهم كمكون سياسي، هذا يعقد المشكلة، لذلك الأمر متداخل. أنا أشوف أن هنالك إعادة تقييم، إعادة قراءة، إعادة وضع المشكلة برمتها. نعم، إذا دعني أنقل هذه الأفكار لضيفي هنا في الاستوديو سيادة اللواء، اسمح لي يعني استمعت لحديث سيادة اللواء أن هناك ربما مخطط إقليمي دولي لإعادة القراءة والتقييم لما يحدث، ربما يعني أن يكون هناك حل جذري عسكري أو أن يكون الحوثي عنصر من عناصر الوحدة اليمنية، وتحدث أيضا على مسألة أنه لا يوجد لم يسمع بحوار سعودي حوثي حتى الآن. صحيح، ليس هناك يعني أي تصريحات حول وجود مباحثات، لكن كل المؤشرات تدل على أنها مباحثات. ذهاب وزير نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى مسقط، كان مسقط بالأساس هي نقطة اتصال بين المملكة وإيران، كما هي نقطة اتصال أيضا بين المملكة وجماعة الحوثي، وبالتالي أنا أعتقد هذا ربما مؤشر واضح على مدى جدية الطرح فيما يتعلق بالمباحثات. الجانب الآخر فيما يتعلق بالجانب القانون الدولي، المجتمع الدولي والإقليمي، أنا باعتقادي أنه المجتمع الدولي ينظر إلى حال الإخفاق الكبير فيما يتعلق بالمسار العسكري للحرب في اليمن، وهذه الإخفاقات هي التي جعلت المجتمع الدولي والمنظمات التي تهول من حجم الأضرار التي أو بمعنى آخر سيست كثير من التقارير فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي في اليمن، كل هذا أدى إلى ضغط المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب. وإيقاف هذه الحرب أيضا تستند إلى سردية موجودة لدى المنظمات الدولية أن المملكة العربية السعودية عدوة لحقوق الإنسان وأنها معها إشكالية فيما يتعلق بهذا الملف، وبالتالي الغرب ينظر للمملكة من هذه الزاوية أن فيها هناك، وخاصة الغرب، أنا أتحدث عن الغرب المدني اللي يتعلق بالمنظمات الدولية، هناك ضغوطات كبيرة مورست على الحكومات، على الشركات التي تتاجر بالسلاح وتبيع سلاح المملكة، كل هذه الضغوطات هي أدت بصورة ما إلى يعني رفع صوت المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في اليمن. لكن إيقاف الحرب في اليمن أيضا حتى من منظور المنظرين لمثل هذه النظرية هو يفترض أن التحالف فشل في اليمن، وأن هذا الفشل يجب أن لا يعني يجب أن يتوقف هذه الحرب، لأن مساراتها
وأهدافها خرجت عن الإطار التي كان يجمع الناس أو كان الناس ينتظر منها هذا، وهو استعادة شرعية. فبدل من استعادة شرعية ذهب التحالف إلى إيجاد ومساعدة إيجاد انقلاب آخر في عدن، هذا الانقلاب الذي راح ضحيته الكثير وأدى إلى سقاط شرعية في المناطق المحررة ونشر الفوضى والميليشيات المسلحة التي حلت محل الدولة. وبالتالي كل هذه الحيثيات جعلت المجتمع الدولي ينظر إلى المملكة وإلى التحالف ومسمى التحالف على أنه فشل فشلا ذريعا، وبالتالي يجب إعادة القراءة. طبعا يعني هذا يستبطن نتيجة خطيرة فيما يتعلق بمفهوم الحرب والانتصار واللازمة في هذه الحرب. هناك يعني قراءة سردية تقول أن المملكة خسرت هذه الحرب وأنها لا يمكن أن تستمر وتقامر إلى ما لا نهاية، وخاصة أن كل السياسات التي رأيناها فيما يتعلق بانقلاب عدن، فيما يتعلق بالاتفاق الأخير، فيما يتعلق بكل مسارات المواجهة التي حصلت بين الحكومة الشرعية والإمارات، كل هذه الحيثيات تشير إلى أن هناك مجتمع دولي ضاغط لإيقاف هذه الحرب، وبالتالي أيضا يجبر المملكة على الرضوخ لهذا القرار. نعم، إذن سيادة اللواء، ألا تجد أن فشل المملكة في تحقيق أهداف التحالف والذي جاء من أجل إعادة الشرعية هو من أدى إلى ضغط المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب؟ يعني قرابة 5 سنوات حتى الآن ولم تستطع السعودية أن تحسم هذه المسألة، على العكس كما تحدث ضيفنا هنا في الاستوديو فرخت انقلابا آخر بوجود الإمارات التي أتت بها السعودية وعملت على انقلاب جديد في المحافظات الجنوبية. لا ما اتفق مع حضرتك وبيت مع احترامي لوجهة نظركم انه يعني لم يكن هنالك فشل ولم يكن هنالك اخفاق، بل العكس. يعني انا شفت ان إدارة الحرب بمفهوم الحرب الذي تحدثت عنها كثير، الحرب الغير نظامية، الحرب ضد جماعة متمردة، الحرب غير التقليدية، أدير بنجاح. لأنه لو فعلا يعني كان هنالك حرب تقليدية بمعنى الجيوش تقابل بعضها لما يعني أخذت هذه الفترة، وكان أقول معك حد لو كان هنالك مواجهة تقليدية دبابات جبهات جماعة تواجه بحرب يعني نظامية كان أنا أتفق معك في هذا الرأي، ولكن في المفاهيم العسكرية لا، هذه الحرب قد تستمر أكثر من ذلك. ولكن هذه نقطة. ثانيا أنا ما أشوف أن في ضغوط على المملكة. أين هي الضغوط؟ من المنظمات الحقوقية؟ بل العكس، المنظمات الحقوقية يعني في الأخير بعدما يعني كان هنالك شفافية من قبل التحالف فيما يخص التقرير الأسبوعي اللي قدمه السيد المالكي، فيما يخص تقرير ما بعد الحوادث، فيما يخص حتى الاعتراف ببعض الاخطاء التي حصلت من التحالف، وكانت هنالك في شفافيه. لذلك انا لا اجد ان هنالك ضغوط دوليه. يكون الضغوط الدوليه هي مسيئه اكثر من انها يعني ضغوط فعليه واقعيه. المجتمع الدولي واقف مع المملكه، راينا اخر يعني اجتماع الجمعيه العموميه بان الجميع يشيد باداء دور التحالف، وان من حق التحالف ان يرد في اي لحظات تقوم الحوثي باستهداف المناطق المدنيه او حتى العسكريه داخل المملكه. هذه نقطه. اما نقطه ما حدث في الجنوب، انا برايي بان الامارات قامت بدورها، وانا سبب تكلمت مع حضرتك في هذا الموضوع، هذا هو المتطلب في ظل الحروب الغير نظاميه. لابد من ايجاد جماعات غير التشكيل التقليدي، بمعنى ان يكون هنالك جماعة تعمل بأحزمة أمنية. لم يكن هناك دعم للجيش الوطني سيادة اللواء؟ هل دعم عصابات خارجة عن الدولة وعن نظام الدولة وعن وزارة الدفاع وتشكيلاتها وتعمل على تقويض الدولة، لم تسمح للحكومة بممارسة مهامها، هل هذا ما كان يجب على الإمارات فعله؟ لما لا يتم دعم الجيش الوطني وإعطائها المساحة التي أعطيت لميليشيات الحزام الأمني وغيره؟ في فرق سيدة آسيا، فرق في مناطق محررة وفي مناطق غير محررة. خلينا نتكلم على نقطة الدعم. الآن لو تتكلمين على الدعم للجيش الوطني، يعني أنا أعتقد أنه يعني الكثير تحدث على وجود أكثر من 100,000 مقاتل تم تدريبهم في المملكة بأيدي سودانية،
تم دعمهم بالسلاح، تم دعمهم بالعمليات الاستخباراتية، ولكن في الحقيقة كان هنالك فشل. لكن هذا الجيش قام بالانقلاب على الدولة سيادة اللواء، ما قيمة تدريب كل هؤلاء وهم لم ينضووا تحت اللواء الشرعية؟ على العكس، يعني هم من قاموا بالانقلاب، وتعلم تماما ما الذي حدث في يناير، لولا تدخل السعودية لكانوا انقضوا على قصر المعاشيق، ثم أتموا انقلابهم في أغسطس، يعني هذا شيء لا يخفى على أحد. لا يعني احنا نتكلم على ما يدور في المناطق الشماليه الغير محرره، انا ما اتكلم معك في المناطق المحرره، المناطق المحرره انا اؤكد لك بانه ما قامت به دوله الامارات قرئ خاطئا، ويعني يكفينا بان المسؤولين عن المجلس الانتقالي دائما وابدا يتكلمون بان المجلس الانتقالي وما فيه يعمل تحت الشرعيه ولكن باسس ما هو في صالح الدوله، اي نعم لا يتناغم مع بعض المفاهيم لدى بعض الاخوه الوزراء، ولكن برايي انا برايي وتقييمي للموقف انه هنالك فعلا وقفت العمليات الارهابيه، استطاعت المنطقه ان تعود الى حياتها الطبيعيه. نعم سياده اللواء، ارجو منك، يعني الانتقالي لم يعترف يوما بالشرعيه الا كند له، وضيوف الانتقالي دائما معنا يظهرون على الهواء ويتحدثون بسوء عن هذه الشرعيه، ربما اعترافهم الوحيد هو بالرئيس هادي، وذلك كلاما حتى لم يسمحوا له بالتواجد في عدن عن طريق الامارات. يعني اتمنى الا نقفز على كثير من الحقائق، نعايشها يوميا ونناقشها يوميا، والضيوف يظهرون معنا ويتحدثون على الهواء مباشره في كثير من يعني المنصه الاعلاميه. أليست الشرعيه هي الرئيس هادي؟ أليس الشخص أو القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الرئيس هادي؟ فأنا أعتقد ما يذكره حتى لو طلع معك بعض الأخوان من المجلس الانتقالي سواء المتحدث الرسمي أو بعض من الأخوان الذين يعني يدعمون حركة الانفصال ويدعون بأن هنالك مظلومية أو أن هنالك مشكلة، لا نحن نتحدث على شخص واحد هو المرجع الرئيس لهذه المكونات بكملة. لكنها لا تعترف بالحكومة الشرعية سيادة اللواء، ولا تعترف بأحد، والإمارات يعني قامت بقصف الجيش الوطني ودعمت هذه الميليشيا المسلحة وجرائمها لم نعد نتحدث نحن عنها، تحدث عنها المجتمع الدولي بتقارير جدا خطيرة، وتدين الإمارات في أكثر من تقرير. يعني هل تريد أن تقنعني أن ما يحدث في جنوب اليمن هو من أسس وجود التحالف؟ على العكس، تم تقويض الدولة تماما، وتم اغتيال العديد من سياسيينها ومن خطباء الجوامع ومن الناشطين الحقوقيين، هناك فوضى عارمة في، يعني كنا نتمنى أن تكون عدن مثالا للمدن المحررة حتى تسعى جميع المدن لهذا النموذج، على العكس كلهم يخشون الآن التحرر، هل تريدون أن نتحرر كما تحررت عدن؟ لا نريد ذلك. وكذلك يعني دول التحالف وخاصه دول الخليج العربي لا تتمنى الا ان يكون هنالك يمن موحد، ولكن انا خليني اشرح لك لو سمحت، يعني وجهه نظري، انا بعطيك وجهه نظري، لانه من يحاول ان يقوم فعل دوله الامارات، ومن يحاول ان يجرم ما قامت به الامارات، ومن يحاول ان يفشل ما قامت به دوله الامارات، انا باعتقادي ان هؤلاء هم من هم ضد الشرعيه. يعني وخلينا واقعيين معك، لو كان هنالك فعلا من الاخوان في الحكومه سواء الجبواني او الجباري، مع احترامي لهم انا اقدرهم يعني تقدير شخصي لما قاموا به من جهود على الاقل بلملمه الحكومه واظهار الصوت، لو كان هنالك فعلا رغبه في التعامل مع التحالف بما يتطلب الموقف لتم تحرير يعني كم كيلو عن صنعاء سيده اسيا، كم كيلو عن بعض المناطق، لنا 4 سنوات ونص ونحن ما بين تبة إلى نعلم تماما. اسمح لي سيادة اللواء، أنت خبير عسكري، سيادة اللواء تماما ما يحدث في نهم، يعني حضر معي كثير من القادة العسكريين ويقولون بأن القرار في معارك نهم قرار سياسي، وربما حديث السيد خسروف استمعت إليه جيدا وهو يتحدث عن عدم دعم الجيش الوطني من قبل السعودية، قالها علانية أن السعودية لا تدعم الجيش الوطني بالسلاح الثقيل.
يعني وتأتي الآن تقول لي كان يفترض أن يحرروا صنعاء، هذا عليكم أنتم التحالف، يعني أنتم من يفترض أن تحرروا صنعاء، الجيش الوطني هو مدعوم منكم، تعلم أنه تم تأسيسه من لا شيء، لا لم يتم السماح للجيش الوطني بامتلاك سلاح حقيقي يواجه به. وهذا طيب يتنافى مع كلام مع وزير الدفاع بنفسه، يعني لما حضرتك تقولين لم يتم دعم الجيش اليمني ولم يتم دعم، خلينا نوقف عند كلمه دعم، فهذا يعني ينفي ما يذكره وزير الدفاع. ما ادري من اصدق، انت ولا وزير الدفاع؟ رجل في الحكومه وانت سيده اعلاميه متابعه الحدث من البدايه، انا لي من موقف الحكومه الدعم مستمر، الدعم الجوي مستمر، الدعم الاستخباراتي مستمر، الدعم بالسلاح. نحن يمكن نقف عند نقطة السلاح الثقيل، هذه نقطة في ظل الظروف الصعبة وفي ظل انه يعني لا يوجد من يدير العملية العسكرية بفعل عملية عسكرية. انا اتفق مع دول الاتحاد بان لا تسلم السلاح الثقيل في يد قوة قد تهزم في اي لحظة ويستخدم هذا السلاح ضد القوة نفسها. لذلك الدعم كان مستمر بالعمليات الجوية، الدعم بالعمليات الاستخباراتية، الدعم الاقتصادي، الدعم التدريبي بكافة الأطياف، فقط السلاح الثقيل وما قامت به دول التحالف. أعتقد أن هذا كان دورها بوجود صواريخ الباتريوت، بوجود الطيران الجوي، بوجود الدفاعات الجوية. فأنا أعتقد أن نعم ربما سيادة اللواء، يعني نعلم تماما أن السلاح الثقيل لا يمكن تسليحه من طائرات وصواريخ، لكن كنت أتمنى أن يتم تسليح الجيش الوطني كما تم تسليح الانتقالي على الأقل الذي ظهر بدبابات ومدرعات، تمنى واحدة منها الجيش الوطني في تعز أو فينة. عموما شكرا لوجودك معنا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل البكيري. إذا يتم دعم الجيش الوطني ويتم محاولة إعادة الدولة عمليا ولا يوجد أي يعني مفاوضات مع الحوثي بحسب حديث سيادة اللواء القبيبان. هذا الكلام نحن نسمعه منذ 6 سنوات أو 5 سنوات تقريبا فيما يتعلق باستمرار الدعم، فيما يتعلق بعدم وجود أي نية للسلام مع جماعة الحوثي، لكن ما يقال شيء وما يتم على الأرض هو شيء آخر تماما. أنا باعتقادي أنه مسألة السلام والحديث عن السلام بهذه الأبعاد التي ربما وصلت لها المملكة وخاصة بعد الضربات التي تلقتها من قبل إيران على شركة أرامكو، هو سلام سيذهب إلى سلام الاستسلام وليس سلام الشجعان كما يقال. المملكة ربما وصلتها الرسالة الإيرانية سريعا فيما يتعلق بإمكانية استمرار هذه الضربات على منشآت سعودية أخرى واستراتيجية، وبالتالي ربما المملكة من خلال هذه الضربات ومن خلال استشارات بعض الخبراء الغربيين الذين أيضا جزء منهم يشتغل في إطار منظومة دولية فيما يتعلق بإعادة ترتيب المسار المعادلة السياسية في المنطقة ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة عموما، ويهيئون لواقع ربما هذا الواقع لن يتشكل أو لن يذهب إلى ما يريدون، وخاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها بيروت وبغداد ومعظم المدن الإيرانية. هناك يعني فيتو دولي أو بمعنى آخر هناك توجه دولي نحو دولة الميليشيات الطائفية وتحويل المنطقة العربية، وهي اتفاقية أو إعادة سيناريو ما بعد سيسبيكو، حيث يرون أن اتفاقية سيسبيكو فشلت في رسم المسار الدولة التي أرادوه، وخاصة أنه الربيع العربي أتى ليؤكد على فشل هذا المسار. اليوم هناك الجولة الثانية من هذه وهي خطة برنارد لويس، وهي تقوم على فكرة دعم وإسناد الميليشيات أو الأقليات الطائفية فيما يتعلق بالتحكم بمسار القرار السياسي في هذه البلدان، كما نراه اليوم في العراق ونراه أيضا في سوريا ونراه في بيروت. لكن ربما الإرادة الشعبية اليوم ستقلب الطاولة على الجميع، وهناك توجه حقيقي لإرادة وطنية اليوم تتشكل، وإن كانت تتشكل بصعوبة وفي ظل ممانعة قوية من قبل هذه الأنظمة الطائفية وإسناد المجتمع الدولي لها من خلال عدم إدانة كل هذه الجرائم التي ترتكب في هذه العواصم العربية التي تواجه المشروع الإيراني. لكن سعوديا السلام مع السعودية يعني هزيمة المملكة، هزيمة كبيرة، وتخلي المملكة عن
عمقها الاستراتيجي والسياسي والأمني فيما يتعلق بتسليم هذه الميليشيات الطائفية أو الاعتراف بها كسلطة أمر واقع في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها. إذا سمحنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا المحلل السياسي براء شيبان من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ براء. كيف تابعت أي حطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بالأمس؟ يعني إحاطة المبعوث، أنا بالنسبة لي المبعوث الأممي أقرأها في ناحيتين. من ناحية الأولى، المبعوث الأممي يجب أن يسوق نفسه كشخصية تستطيع أن تنجز، لكنه هو للأسف رمى أوراقه كلها في اتجاه واضح. حتى الاتفاقية الأخيرة التي هي اتفاق الرياض حاول أن يسوق أنه كان له دور، لكن كانت المسألة واضحة، الأمور تمشي في سياق لن يعد له أي دور في رسم الاتفاقيات أو المباحثات، وحتى الجوانب التي كان يمكن أن يلعب فيها دور، مثلا تبادل الأسرى، الإفراج عن المعتقلين، لم ينجح ولا في عملية تبادل واحدة. النقطة الثانية أنه في ظل الحديث الآن عن إمكانية المضي نحو اتفاق سلام مع الحوثيين، من مصلحة المبعوث أنه تحصل هذه المقاربات وهذه المحادثات بينما لا يزال على رأس عمله، وأعتقد أنه أتت الإحاطة في هذا السياق. ايضا اذا تابعتم لم يعد يحتمل اليمنيين كثيرا بكلام المبعوث، كونهم فقدوا الثقه فيه وفي قدرته حقيقه كمبعوث اممي في اداره الملف اليمني. المبعوث اعتمد بشكل كبير على دعم بريطانيا له في هذه العملية. بريطانيا الآن في هذه المرحلة تمر في انتخابات وأزمة داخلية، وهي مباحثة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا أثر بشكل واضح على دور المبعوث واستخدامه هو شخصيا للخارجية البريطانية كورقة تأثير وضغط على الأطراف اليمنية. ما يهم أنا أعتقد في هذه المرحلة أنه على اليمنيين أن يعيدوا تقييم المرحلة السابقة، الاعتماد والاعتقاد أن المجتمع الدولي لديه في لحظة معينة خطة سحرية فيستطيع أن يضغط بها على الجميع هو في أقل تقدير افتراض خاطئ. المجتمع الدولي لديه بعض الأحيان مزاج أو فرصة أنه يضغط باتجاه معين، ولكن بمجرد أن تتغير الظروف الدولية، مثلا على سبيل المثال عندما تحدث الآن الأزمة الداخلية داخل بريطانيا، يتغير المزاج الدولي. نعم. اليمنيون هم المعنيون بشكل رئيسي بما يحدث في اليمن، ليس العكس. لكن نعم، هذا ربما ما نريده نحن، لكن الواقع لا يقول ذلك أستاذ البراء. يعني الحديث عن وقف الحرب بين السعودية وميليشيا الحوثي أصبح على مستوى أممي وعلى مستوى أيضا دولي. هل هذا هو مفهوم الحرب، أن يتم يعني توقف قصف الطيران وعدم تعرض السعودية لقصف من قبل الحوثي؟ هي الإشكالية هي في عادة، يعني لو عدنا تقييم المرحلة السابقة، هل استمرار المعركة بالطريقة السابقة مفيد لنا كيمنيين؟ هل هناك يعني مناطق جديدة يتم تحريرها؟ معركة الحديدة وهي الوحيدة التي كان يمكن أن تغير معادلة الحرب، شاهدنا كيف تم الضغط بشكل كبير على دول التحالف لوقف أي تقدم عسكري باتجاه الحديدة. معناتها أن وجود التحالف بذلك الثقل داخل الميزان المعركة اليمنية
يثقل يعني الجانب الجمهوري او الجانب الجيش الوطني في امكانيه يعني تقرير بشكل مستقل مسار المعركه. ولذلك من هنا انا اعتقد انه يجب تقييم المرحله السابقه. والسؤال الذي يوضع كنا نساله منذ البدايه، يجب على اليمنيين ان يضعوه منذ اول يوم، ماذا سنعمل لو تخلت دول التحالف عنا؟ ماذا سنعمل لو تم الضغط على دول التحالف لتغيير الاستراتيجية؟ ماذا سيكون مصيرنا كيمنيين؟ والسؤال هذا للأسف إلى الآن لم يتم الإجابة عنه بشكل كامل. الأحزاب والأطراف اليمنية التي تضع نفسها في صف أنها تريد دولة الجمهورية، دولة المواطنة، دولة الدولة الديمقراطية والعمل السياسي، هي معنية بشكل رئيسي في إعادة تقييم هذه المرحلة. اليمنيون في 1967 انتصروا، عندما انتصروا داخليا بسبب عواملهم وقوتهم الداخلية في معركة حصار السبعين، ورغم أن الجيش المصري دعم بشكل كبير على مدى سنين، من حسم المعركة في الأخير هم اليمنيون، ولذلك علينا أن نعيد التقييم بناء على هذه المعطيات. إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، تحدث المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن عن انخفاض معدل الحرب، هكذا قال، خلال الأسبوعين الماضيين انخفض معدل الحرب بشكل كبير، فقد انخفضت الغارات الجوية بنسبة تقترب من 80%، وتحدث عن غارات التحالف الحوثي أيضا. كيف أصبحت الحرب بنظر العالم هي الغارات الجوية وتلقي السعودية لصواريخ الحوثي؟ هل هذه هي الحرب فعلا؟ طبعا هذه زاويه النظر التي ينظر بها المجتمع الدولي للحرب في اليمن، وخاصه زاويه النظر التي تتعلق في جزء كبير جدا منها بمنظمه المجتمع المدني، وهي التي يشتغل عليها جريفيث ويعتمد كل تقاريرها فيما يتعلق برؤيته للسلام والحرب في اليمن. جريفيث يعتقد ان الحرب في اليمن هي حرب سعوديه يمنيه، ان الحرب هي بين دولتين، ويعتبر ويفترض او يتوهم من خلال هذا الطرح أن جماعة الحوثي دولة، وبالتالي هذا أنا باعتقادي أهم إشكالية تواجه مسألة السلام في اليمن، أنه حينما تذهب وتوصف جماعة انقلابية على أنها طرف دولي له يعني توصيف ما في القانون الدولي الإنساني أو في القانون الدولي عموما، وبالتالي أنا باعتقادي هذه زاوية النظر هي يعني هي المدخل أو هي التوصيف أو هي المقدمة الخاطئة التي ستؤول إلى نتائج خاطئة فيما يتعلق بالسلام في اليمن. يعني الحرب في اليمن ليست فقط مجرد غارات للتحالف العربي وما شابه، هناك حرب قائمة، هناك حصار مدن، يتم حصار مدينة تعز على امتداد 5 سنوات وهي أكبر كتلة سكانية موجودة في الجمهورية اليمنية. أيضا ما يجري اليوم من عبث فيما يتعلق بالأمراض التي تنتشر، والحصار أيضا مفروض على جزء كبير جدا من الساحل الغربي التي تفرض جماعة الحوثي في هذه المنطقة على المواطنين وشلت حركة المؤسسات الصحية والإنسانية في هذه المدينة. هناك اليوم بالآلاف تنتشر الأمراض وتفتك بهم الأوبئة في هذه المناطق. هناك حرب لا زالت قائمة، يعني وإن لم نسمع صوت الرصاص لا زالت هناك مدارس تشيد، ولا زال هناك الأصابع على الزناد على امتداد كل الجبهات التي تحيط بصنعاء. وبالتالي الحديث عن السلام بالمفهوم أن هناك حرب بين جماعة الحوثي كدولة والمملكة العربية السعودية، أنا أعتقد نعم، هذا مفهوم زائف لن يحقق السلام ولن كيف أصبح الملف اليمني جزء من أوراق الضغط والمقايضات التي مارسها المجتمع الدولي الغرب على السعودية تحديدا؟ طبعا هذا شق آخر من الإشكالية الموجودة في هذا الملف، وهي شق يتعلق بإخفاق المملكة العربية السعودية في قراءة المشهد اليمني الداخلي وفي إيجاد الحلفاء الحقيقيين فيما يتعلق بهذه الحرب، وهي مشكلة سعودية لا علاقة لليمنيين بها. لكن أيضا في الجزء الثاني من الإشكالية وهي إشكالية يمنية، ما ذكره الأخ براء شيبان، أنا أتفق معه في جزئية ما يتعلق بأن الحسم الحقيقي منوط باليمنيين، واليمنيين الذين يفترض أن يمتلكوا الإرادة الوطنية، لا الذين ينتظرون أن تأتي الدولة الفلانية والدولة العلانية لتنتصر لهم وتعيد لهم الحكم إلى أيديهم. أنا باعتقادي مثل هذا التفكير السخيف، واعتذر عنه مثل هذا الكلام، لأنه فعلا تفكير سخيف لا يستند إلى منطق علمي أو منطق سياسي أو منطق حتى طبيعي للأشياء، أنه اليمنيين الذين أضاعوا الدولة لا يمكن أن يستعيدوا هذه الدولة، وبالتالي يجب أن نفكر بخارج هذا السياق، وهو
سياق امتلاك الإرادة الوطنية، هذه الإرادة الوطنية التي يجب أن تسود الآن ويجب أن يعود إليها الجميع فيما يتعلق بأن نحن شركاء في هذه الجغرافيا وشركاء في هذه الحرب، وبالتالي لا يجب أن يتم تجاوز الإرادة الوطنية الممثلة بهذه الشرعية المعترف بها دوليا. هناك أفراد فاشلون في إطار هذه الشرعية، هذا لا يعني جزء من العبثية الموجودة، لكن لا يعني بحال من الأحوال أن هذه الشرعية ممكن التخلي عنها بسبب عجز هذا الفرد أو هذا الشخص أو هذا الطرف في الحكومة الشرعية. وبالتالي أنا باعتقادي أنه التعلق بمفهوم الشرعية كمنظومة، منظومة قيم تتعلق بالجمهورية والديمقراطية والوحدة والاتحادية وكل هذه القيم الثابتة في مخيال اليمنيين السياسي وفي إرادتي. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.